مشاهدينا الأعزاء، برحب بحضراتكم من جديد. حققت المطارات المصرية إنجازا كبيرا على مستوى القارة الإفريقية في حركة الركاب والشحن الجوي، حيث تصدر مطار القاهرة الدولي القائمة التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات ACI لأول 10 مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب في عام 2021، كما جاء مطار القاهرة في المركز الثاني في حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس، وجاء مطار شرم الشيخ في المركز الثامن ضمن أول 10 مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب وفقا لإحصاءات المجلس الدولي للمطارات. وبحسب الإحصاءات فقد حقق مطار القاهرة المركز الأول إفريقيا بعدد ركاب بلغ 11,346,000 راكب، متفوقا على مطار جنوب أفريقيا ونيجيريا وأثيوبيا والمغرب وكينيا، بينما جاء مطار الغردقة في المركز الخامس بعدد ركاب وصل إلى 4,909,000 راكب، ومطار شرم الشيخ في المركز الثامن بالقائمة بعدد ركاب 4,557,000 راكب. وفي مجال الشحن الجوي جاء مطار القاهرة في المركز الثاني إفريقيا من حيث حركة البضائع، حيث تم نقل 333,536 طن بضائع، وذلك بعد مطار جوما كينياتا في كينيا الذي جاء في المركز الأول.